بصوا انا النهارده معايا قهوه نظيفه نسبيا، هنجربها سوا. والقهوه دي تعتبر من اشهر براندات القهوه في العالم غالبا. المهم القهوه اللي معانا دي قهوه كولومبي، اللي هي من براند مهمه افندي. ده شكلها كده، اكيد طبعا كلكم او معظمكم بياخد باله من القهوه بتاعت مهمه افندي دي في بعض الاماكن، والمفروض ان مهمه افندي دي قهوه كويسه زي ما قلت لكم، قهوه نظيفه. المهم القهوه اللي معانا النهارده دي مش بتاعتي مبدئيا، انا دي بجربها وهرجعها لصاحبها تاني. بس عموما نخش في المهم. المهم ان احنا النهارده معانا قهوه كولومبي، مكتوب قهوه كولومبي مطحونه. وزن العبوه دي 250 جرام وربع كيلو، وسعرها 120 جنيه. دي جايه من علوش اللي في بورسعيد، فلو عايز تجيبها هتجيبها من اي حد زي علوش بس في القاهره او في الجيزه او في اسكندريه او ايا كان. فباختصار كده النهارده هنجرب قهوه مهمه افندي القهوه الكولومبي دي. وانا بصراحه كنت ناوي اقارنها لكم ببن عادي، اللي هو بن بعوف عادي ساده فاتح، بس انا لسه شاربه من شويه فانا مش عايز اشرب تاني بصراحه. فدلوقتي هنجرب سوا البن الكولومبي بتاع مهمه افندي ده، وهقول لكم انطباعي عنه وايه الفروقات الملحوظه ما بينه وما بين البن العادي اللي انا لسه شاربه من شويه. فده باختصار اللي هيحصل النهارده في الحلقه الصغنططه دي. فهنجيب المشرط اللذيذ بتاعنا وهنفتح العبوه اللي هي مش بتاعتي دي، يعني انا هفتحها قبل صاحبها، فهنفتحها كده بالراحه من غير ما نبهدلها. اوكي، مفيش ريحه بن في الكرتونه من جوه، وده يثبت ان الموضوع متقفل كويس. ده شكل العلبه اهو، وده البن من جوه، دي العبوه كده زي ما انتم شايفين شكل العبوه. البن هنا مضغوط جامد، يعني مشفوط منه كل الهواء حرفيا، عامل زي قلب الطوب. الباكجنج شكله متين بصراحه. مكتوب ايه هنا؟ مكتوب كولومبيان، بس كده كولومبيا عادي زي ما انتم شايفين كده. المهم هنجيب المشرط بتاعنا تاني ونفتح كده حته صغيره او كلها، نشوف يعني. هنفتح براحه، في صوت تسريب هواء بدا يظهر معانا، يعني انا مش عارف انا بفتحها صح كده ولا غلط، يعني حاسس ان صاحبها هيبدا يزعل مني، بس ان شاء الله يعني ما يزعلش، عشان هو اللي قال لي صورها، وانا قلت له لا يا ابني وبتاع وخليها معاك، انا كده كده عندي بن بعوف، قال لي لا صور دي، بس ريحه البن من وانا بفتح كده عجباني، ريحته حلوه. بصوا هو انا مبدئيا فاتحها غلط، يعني انا المفروض كنت افتحها من فوق، فانا فتحتها من تحت، ودي بدايه ندم الراجل الطيب اللي اداني البن ده، هيبدا يندم دلوقتي بقى، انا حاسسها هتدلق. يعني ان شاء الله لا. اوكي كده فتحنا كيس البن الكولومبي اللطيف ده، وزي ما قلت لكم ريحته حلوه، بس هي ريحته متحمصه، يعني ريحه التحميصه بتاعت البن باينه قوي، والبن نسبيا شكله مختلف عن البن بتاعنا، تحسه ان ليه قوام كده او ملمس مرمل كده. احنا البن بتاعنا بيبقى بودر خالص، ده تحسه مرمل سنه، يعني شوفوا كده في الكاميرا لو هتعرفوا تلقطوها. فتمام ادينا فتحناه وشفناه وشمناه، عايزين نشرب بقى. فانا هقوم في السريع هعمل كوبايه قهوه صغيره واجي لكم. تحسوا هنا احساس البن واخدك الى ما وراء البن، انت عديت على احساس البن وغوطت جوه شويه، والموضوع قلب بقى ايه ما بعد احساس البن بشويه. الطعم هنا عميق، عامل زي احساس الذره المشوي لما يتشوي بالزياده شويه، فانت لما بتيجي تاكله بعد كده بتحس بطعم الذره، وفي نفس الوقت بتحس بطعم تحميصه الذره او شوي الذره الزياده، بيبقى فيه طعم حروقه كده، اللي هو الذره المحروق شويه، المحروق بيبقى ليه طعم كده وتست مميز. هو بقى التست ده موجود في القهوه هنا، انت حاسس بطعم القهوه وحاسس بحروقه القهوه المتحمصه بضمير، فطعمها مميز بصراحه. وانا هنا زي ما قلت لكم حاطط معلقه ونص سكر، ونسبيا التست بتاعها مسكر شويه، يعني تحسوها فوق المظبوط بسيكه، يعني لو كانت معلقه واحده كانت هتبقى يعتبر قهوه مظبوط، طبعا لو من غير سكر خالص هتبقى ساده مش محتاجه حاجه يعني. بس هنا زي ما قلت لكم البن طعمه واضح وتقيل، القهوه طعمها بولد كده ومتحمصه بزياده، بلس ان البن تحسه ان البن فيه سنه سويتي كده، فيه سنه مسكره، عشان انا بحط معلقه ونص في نفس الكوبايه دي، بس مع بن بعوف ما بيبقاش مسكر كده، هيبان اكتر لو اتشرب ساده زي ما قلت لكم. بس فالبن هنا بتاع مهمه افندي الكولومبي ده كطعم كاحساس كريحه كتجربه عامه شامله، هو مختلف تماما عن البن بتاعنا التركي العادي اللي بنجيبه من هنا. هل هو احسن ولا اوحش؟ ما اقدرش اقول لكم، هنا التجربه مختلفه، يعني الطعم في ليفل تاني خالص، فمش هينفع اقارن ده بده، ده طعم وده طعم، وانا حاسس نسبيا ان انا كل ما اخد منه بق يعني بتعلق بيه اكتر، فانا خايف اكمل الكوبايه ما اديش للراجل الطيب البن بتاعه، فاهمني؟ لو شربت بقيه الكوبايه سامحني بقى. فعموما يعني دي كانت تجربتنا النهارده للبن الكولومبي ده من مهمه افندي، ومهمه دي على فكره اللي هي محمد عادي بس هم بيدلعوه. فاتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اكيد لايك شير سبسكرايب، واشوفكم على خير في الحلقات الجايه، وكان معاكم اسلام.